نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل جاكو اتصلوا بنا. نقوم بضغط هنا على تطبيق جاكو، من ثم سوف نقوم بضغط هنا على الملف الشخصي، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على اتصل بنا. وهنا يمكنك عدم المساعدة على تطبيقكم جاكم. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.